أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، لكن بعد جولة في أهم العناوين. نقرأ في المدى: الهيئة القضائية تؤيد العد والفرز الجزئي لأصوات الناخبين. طالع في الزمن: استهداف مخازن صناديق الاقتراع في كركوك واتحاد القوى، جهات مزورة تحاول خلط الأوراق. ونتصفح في الحياة: قلق من استهداف صناديق اقتراع يسبق بدء العد والفرز غدا في العراق. وفي الخليج الإماراتية: جاء تحت عنوان مقاتلات بريطانية قصفت قوات موالية للأسد جنوب سوريا. جاء في العربي اللندنية: جريفيث يمنح الحوثيين الفرصة الأخيرة لتسليم الحديدة. أما في الشرق الأوسط نقرأ تحت عنوان: قال إن أوبك تتلاعب بسوق النفط، ترامب يحذر أوروبا من التعامل مع إيران. وأخيرا وليس آخرا نقرأ في العربي الجديد: استقالة وزير الداخلية الألماني على خلفية أزمة الهجرة. أهلا بكم. أفادت صحيفة العرب اللندنية في تقرير لها بأن فريق خبراء أجانب يعمل في العراق منذ أشهر لتتبع حسابات أموال عدد من الأشخاص الموالين لإيران، فيما أشارت إلى أن الفريق يعمل بالتعاون مع حكومة العبادي. وذكرت الصحيفة أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعاني منها الداخل الإيراني، تخشى الفصائل العراقية الموالية لطهران من تعذر حصولها على مساعدة خامنئي في حال تعرضت لضغوط أمريكية إضافية. الصحيفة أشارت إلى أن الفصائل الموالية لطهران تعتمد على النفوذ الإيراني في المؤسسات العراقية للحصول على عقود تنفيذ مشاريع بعضها وهمي تدر الملايين من الدولارات سنويا. ونبهت الصحيفة إلى أنه حتى الآن تقتصر الضغوط الأمريكية ضد حلفاء إيران في العراق على جوانب التمويل. وقالت مصادر حكومية للصحيفة إن خبراء أجانب يعملون في بغداد منذ أشهر على تتبع مسارات الأموال التي تنتقل بين حسابات شخصيات عراقية موالية لإيران. وتضيف المصادر أن الخبراء الأجانب ينسقون جهودهم مع مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بالإضافة إلى شبكة تحقيق دولية مرتبطة بمصارف عالمية والبنك الدولي والبنك المركزي العراقي لملاحقة أي تحويلات مالية من وإلى العراق يشتبه بأنها على صلة بالنظام الإيراني. ووجهت الولايات المتحدة وفق تقرير الصحيفة ضربة مؤثرة لشبكة غسيل الأموال التي تديرها إيران، عندما وضعت اسم مصرف البلاد الإسلامية المملوك للسياسي العراقي آراس كريم في لائحة المصارف المحظورة بسبب تعاملات مالية مشبوهة. ويعرف هذا المصرف بحسب التقارير بأنه محطة رئيسية لتحويل الأموال من إيران والعراق إلى حزب الله اللبناني. الصحيفة نقلت عن المراقبين قولهم إن الضغط المالي الذي تقوده الولايات المتحدة على المصارف العراقية التي تساعد النظام الإيراني هو مرحلة تمهيدية لإجراءات أمريكية جديدة ربما تكون أشد، مشيرين إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ربما تخطط لتصعيد وشيك ضد إيران. لم يعد ثمة عذر لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في التواكل والتغافل عن تفعيل وتنفيذ الأوامر القضائية باستدعاء أو القبض على أعضاء مجلس النواب المنتهية ولايته وسواهم من كبار المسؤولين في الدولة، ممن قد رفعت في حقهم دعاوى تتعلق بالفساد الإداري والمالي والإرهاب. عدنان حسين يقول في صحيفة المدى أنه لا عذر للعبادي بعد اليوم، فالنواب لم يعودوا نوابا وحصنتهم قد سقطت، ولم تعد القوى السياسية المتنفذة في البرلمان التي كان يخشاها العبادي انتحرش بنوابها ووزرائها ومدرائها الفاسدين قادرة
على التهديد بإسقاط حكومته. العبادي أطلق خلال السنوات الأربع الماضية العشرات من الوعود والتعهدات التي لم يتحقق منها إلا القليل جداً، حتى التعهد بدحر الإرهاب لم ينجز بالكامل بعد، فتنظيم الدولة لم يزل فعالاً يرتكب جرائمه بدم بارد في عدد غير قليل من مناطق البلاد. ليس المطلوب من العبادي أن ينصب المشانق للفاسدين والإرهابيين في الساحات العامة على طريقة نظام البعث، فثمة أحكام وقرارات استدعاء قضائية لا تحتاج سوى تنفيذ وتقديم المطلوبين إلى القضاء ليقوم بواجبه تجاههم. أما الفارون خارج البلاد وبينهم نواب هربوا منذ أيام فقط قبيل انتهاء مفعول حصانتهم البرلمانية، فليس من الصعب على العبادي وحكومته السعي لاستعادتهم عبر الشرطة الدولية الانتربول. وفي وسع العبادي أن يفعل الكثير على هذا الصعيد من اليوم حتى تشكيل الحكومة المقبلة، إذا كان صادقاً فيما قاله مراراً وتكراراً عن عزمه على مكافحة الفساد والإرهاب، فصلاحياته في هذا الخصوص ليست مهددة الآن بسيوف مسلطة من القوى التي ينتمي إليها الفاسدون والإرهابيون. الكاتب يلفت نظر العبادي وانتباهه إلى ما فعله رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد العاد أخيرا من رئاسة الحكومة في بلاده، فأول إجراء اتخذه العجوز الماليزي هذا بعد أداء اليمين الدستورية إصدار الأوامر بالقبض على سلفه رئيس الوزراء السابق وعدد من أفراد عائلته وحشيته ممن عاثوا في الأرض فسادا ونهبوا مليارات الدولارات من المال العام الماليزي. يكفي ما يحدث في العراق من اللامعقول لأن يصنفه مؤرخو المستقبل بأنه مستشفى للمجانين. أحداث متداخلة مع صخب وهياج الشارع وتناقضات سياسية واجتماعية لا نهاية لها وشخوص لا يمكن أن يتخيل المرء أنهم يحكمون هذا العراق. سنوات طوال باسم الديمقراطية الكاذبة وبواسطة صناديق الانتخابات فضحت تزويراتها في عملية دنيئة تقود العراق من فاجعة إلى أخرى. سيار الجميل يرى في صحيفة العرب الجديد أن الكل يدين ما حدث، ولكن لا يمكن أبدا معرفة من قام بذلك ولصالح من حصل هذا. دوما هناك سياسة لإخفاء الجريمة والتغطية على المجرمين كما يصف الكاتب. كان ظن أن المشكلة كامنة في طبقة حاكمة مثيرة للقرف بما فعلت بالعراق وأهله ومدنه وموارده، ولكن يبدو أن شرائح كبرى من العراقيين فقدت صوابها وطاش عقلها عندما انتخبت الجوقة نفسها والمؤلفة من الفاشلين والمزورين والتافهين والفاسدين والسراق. ويبدو أن مقولة المجرب لا يجرب كانت للاستهلاك الإعلامي، إذ بات العراق اليوم في هوية سحيقة بعد الانتخابات التي تعد الأسوأ في التاريخ الحديث. كلما تمر أربع سنوات يعيش العراق مسرحية هزلية ويبقى يعاني ويكابد وليس في استطاعته الخلاص منها أبدا. كل الطبقات السياسية الحاكمة منشغلة مع أتباعها بالانتخابات والتزوير وفرز الأصوات وإعادة الفرز والعد وحرق الصناديق وسقوط الأجهزة وإجرام مفوضية الانتخابات. إنه صراع المصالح الشخصية والتكالب على المناصب واستحواذ كتل وأحزاب سياسية على السلطة التي يقودها أناس افتقدوا مؤهلات الزعامة والذكاء والمواطنة والقيم وأخلاقيات العمل. بدأوا بدائرة مصغرة وباتوا اليوم يمتلكون دائرة كبرى تطوق كل العراق وتخنق بها كل العراقيين الذين يتطلعون إلى إيجاد حلول حقيقية وجذرية لمشاكلهم المستديمة. الكاتب يتساءل إلى أين يسير العراق؟ كيف له الخروج من الدوائر المغلقة التي التفت عليه ولم يعد ينظر حتى بعين واحدة؟ هكذا يتساءل. لقد مل الناس وسائموا من هؤلاء الساسة ومن كتلهم وأحزابهم وتصريحاتهم الإعلامية وتسويقهم على الشاشات، شاشات الفضائيات، حيث يعد العراق بعد كل هذه الانسحاقات أسوأ بلد في الفساد عالميا، وهو مثل سفينة تائهة وسط عصير البحر ويقودها ثلة من المجانين، فمن ينقذ
هذا البلد العزيز؟ هكذا يتساءل الكاتب. هناك رعب حقيقي من مرض الحمى النزيفية في العراق، حيث ظهرت حالات قاتلة في مناطق جنوب البلاد، ويبدو أن حر الصيف اللاهب زاد من انتشار المرض، ومخاوف الناس ازدادت. وفي المقابل لا يوجد إعلام من الجهات الصحية المسؤولة يواكب ذاك المرض ويسهم في توعية المواطنين الذين كثرت همومهم مع استمرار مأساة القطع في الكهرباء. هذا ما أشار إليه فاتح عبد السلام في مقاله بصحيفة الزمن. متطوعون عبر رسائل مسجلة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها واتساب يسهمون في التحذير، لكنهم ربما كانوا من غير المختصين، والأمر يحتاج إلى كلام رسمي. بعضهم يقول إن هناك تهويلا في القصة وأن الحالات قليلة ولا تزال في معدل الإصابات الطبيعي. ربما كان هذا الكلام صحيحا، لكن ما الذي يمنع المرض من الانتشار السريع في ظل العوامل المساعدة من تردي واقع الخدمات الصحية واتساع رقعة الفقر والجهل، كما أن الدول المتقدمة تهتز حين تجد 5 أو 6 إصابات بمرض مفاجئ، وهي التي تمتلك وسائل علاجية متطورة؟ فكيف الحال عندنا حيث البلد يقف على كف عفريت انتخابات شابه التزوير من جهة، وعلى كف عفريت الفساد من جهة أخرى؟ مكافحة الأمراض تحتاج إلى إعلام قوي ذي مصداقية إلى جانب الأدوية والخبرات الطبية التي يبدو أنها بحاجة لدعم من المراكز الطبية البحثية في الخارج. عندما يجهل الناس ما هي الحمى النسفية أو سواها من الأمراض التي أوقعت إصابات هنا أو هناك، تصعب عملية المعالجة وترتفع كلفتها وتزيد مخاطرها. الكاتب يختتم مقاله بالقول إن العراق منذ سنوات بعيدة في حمى نزيفية على شكل نوبات الواحدة تلو الأخرى. أوقفوا حمى نزيف البلد وسترون كيف تنتهي الحمى النزيفية من حالها. وافقت إسرائيل على دخول جيش النظام السوري إلى درعا، جرى ذلك عبر اتفاق روسي سوري وبموافقة أمريكية. لكن ما لم يعلن عنه أيضا أن الاتفاق الذي رعته موسكو شمل ضمانات روسية بابتعاد الإيرانيين والميليشيات الموالية لهم، ومن بينها حزب الله اللبناني، عن الحدود السورية الإسرائيلية. حازم الأمين يؤكد في صحيفة الحياة أن تحرك جيش النظام السوري باتجاه درعا وصولا إلى الحدود مع الأردن ومع إسرائيل ما كان يمكن أن يبدأ من دون موافقة إسرائيلية. ثمة واقعة لم يعد لها موقع في ذاكرتنا المتصلة بالمأساة السورية. ففي مطلع عام 2011، أي العام الأول لانطلاق الاحتجاجات في سوريا، أجرى مراسل نيويورك تايمز الصحفي الراحل أنتوني شديد مقابلة مع ابن خال بشار الأسد، رجل الأعمال السوري رامي مخلوف. قال الأخير فيها حرفيا: إذا لم يكن هناك استقرار في سوريا، لن يكن هناك استقرار في إسرائيل. لا أحد يستطيع أن يضمن أمن إسرائيل إذا حصل شيء لهذا النظام. يومها انتفضت صحافة الممانعة المقربة من النظام لكرامتها وشنت هجوما على مخلوف، والأرجح أن شفافية الرجل تسببت بتقريعه من النظام. لكن ما يجري اليوم وأحد الفصول التي كان مخلوف قد استشرفها، ففي سياق تداعي دفاعات النظام وصل الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية له إلى سوريا بهدف حماية النظام والحرس الثوري ومن ورائه ترسانة الممانعة. يدرك أن حماية النظام لا يمكن تأمينها إلا عبر إطلاق أبواق حرب إقليمية تثير مخاوف العالم. النظام يدرك أن خوف العالم على إسرائيل أقوى من رغبته بدعم انتفاضة السوريين على النظام. الكاتب يرى أن نبوءة رامي مخلوف تحققت بالمعنى الحرفي للكلمة. لقد أجادت الممانعة توظيف فلسطين لحماية أنظمة الاستبداد والقتل مرة أخرى، وتل أبيب أمنت حدودها، وطهران تقاضت أثمانا مذهبية، وموسكو رعت الصفقة القذرة وتقدم جيش النظام إلى درعا. هذا ما حصل، ورامي مخلوف لم يكذب حين قال ما قال.
تناول صحيفة التلغراف البريطانية التطورات الأخيرة في إيران في مقال بعنوان تظاهرات التجار تضغط على النظام الإيراني. وقالت الصحيفة إن النظام الإيراني أصبح تحت ضغوط جديدة بسبب آثار الحظر الاقتصادي التي بدأت تظهر بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق لوزان النووي، إذ بدأت شرارة الاحتجاجات في الاندلاع مرة أخرى. الصحيفة تقول إن التجار الذين دعموا الإسلاميين في الإطاحة بنظام الشاه رضا بهلوي في أواخر سبعينيات القرن الماضي يثبتون أنهم قادرين على حد تعبير الصحيفة على زعزعة النظام الإيراني مرة أخرى بعدما نظموا مظاهرات وإضرابا استمر 3 أيام في قلب العاصمة التجارية. إلى متى إذن سيظل الرئيس الإيراني حسن روحاني قادرا على الاستمرار في منصبه وهو يواجه ضغوطا من متشددي الداخل وحظرا اقتصاديا في الخارج وعقوبات من ساكن البيت الأبيض؟ وتقول الصحيفة إن المتشددين في الغالب دعموا الإضراب لزعزعة حكومة روحاني، ولا سيما أنه يتعرض لانتقادات منذ وصوله إلى سدة الحكم في الفترة الأولى عام 2013، إذ يعارض المتشددون أي علاقات اقتصادية أو سياسية حول روحاني ربطها مع الغرب. وتقول الصحيفة إن شهود عيان قد أكدوا أن المتشددين المقربين من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي تجولوا في منطقة البازار القديم في قلب العاصمة الإيرانية طهران، وطالبوا أصحاب المتاجر بإغلاقها والمشاركة في الإضراب، كما أطلقوا عيارات نارية في الهواء فاستجاب لهم التجار. وتضيف التلغراف أن المقربين من خامنئي أكدوا علناً أن البلاد ستكون أفضل حالاً إذا رحل روحاني بحكومته حتى لو لم تكن هناك حكومة أخرى أصلاً. في خبر جميل ورائع بعيدا عن السياسة، كشفت شركة برتغالية للنقابة عن هاتف ذكي بنظام التشغيل أندرويد صنع غلافه من مادة الفلين الطبيعية القابلة لإعادة الاستخدام والمتوفرة في البلاد. ويعد هاتف شركة إيكي موبيلي من بين أوائل الهواتف التي تستخدم خامات غير البلاستيك والمعدن والزجاج، ومن المقرر طرح نسخة من الهاتف في البرتغال هذا العام عندما تنتهي الشركة من إنشاء مصنع لنقل معظم عمليات الإنتاج من الصين، وتغطي طبقة من الفلين ظهر الهاتف الجديد مما يعطيها عزلا حراريا وخواص مضادة للصدمات، كما يحمي من إشعاعات البطاريات، ويتم جمع مادة الفلين كل 9 سنوات دون إلحاق أضرار بشجرة البلوط التي تنتجه، وهو قابل لإعادة الاستخدام والتدوير بالكامل، علما أن البرتغال تعتبر أكبر منتج للفلين في العالم. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.